désolé. جاي تاني ليه وضع طويل؟ اسمعوا، قدامكم فرصة واحدة، تاخدوا بعضيكم وتمشوا من هنا، وإلا قتلت الحريم ديك صاد عليكم. سامعين؟ محدش هيمشي، الدار دي دارنا، محدش هيمشي. موسى الجلاد، والله زمان. فارس فارس، محدش يضرب دار. المعموسة دي تبع رحمة، مات أخونا حسن وأمه. خلاص يا موسى، سيب الحريم وإحنا هنمشوا. أنا ما قلتش هنسيب الحريم، أنا قلت أنتوا اللي هتمشوا. الحريم داي هيفضلوا ضيوف عندي. عيب عيب يا موسى، ما تدخلش الحريم. الحريم ما لهمش صالح باللي بناتنا. إحنا ما فيش حاجة بناتنا يا ولد العطار. قصدك إنك نسيت اللي بناتنا يا ولد الجلاد. موسى الجلاد ما بينساش حاجة واصل، وكيف أنساكم يا عطارين؟ كيف؟ خلاص يا موسى، مش وقته دلوق. سيب الحريم وإحنا هنمشوا، ويا دار ما دخلك شر. دار دي هي دار الشر. ما تولعش النار اللي بينك وبين العطارين أكتر من كده. اللي بيحصل ده مش في صالح حد. اسمع يا فارس، تاخد رجالتك وتمشوا من هنا، يا إما هدفنك تحت رجليك. تغيير في محتويات الأوراق الرسمية، تزوير الأوراق دي بتثبت إن كل المخالفات تخص إدارة المجموعة المتحدة مش الإدارة الحالية للمجموعة. تقدر سيادتك تطلع عليها. مدان بما لم يفعل كحر. واحد اثنين يبقى بريء. ايوه بريء. الخسارة في المعركة، الهزيمة. أنا حديتي معاك خلص. خلاص يلا. ماشي ماشي يا موسى، أنا همشي بس عشان أنت بتتحامى في الحريم، لكن الكلام لسه ما بدأش. يلا يا رجالة. فارس بيه، قلت لك يلا يلا. يلا يا رجالة. ما اتفق عليه الناس من انت وابني تعويره كبيره وانا ما استحملهاش. تعرف ان انا كان نفسي اسميه سلطان؟ انا عارف انك انت ما كنتش هتوافق، مينفعش يبقى ابن ريهام هاني من دهب اسمه سلطان، بس انا كنت سميه زي ما انت كنت نفسك تسميه. كنت انا هقول ايوه حرب. حصل امتى ده كمان؟ صرف سلام.
ايش؟ الحكومة؟ الحكومة هنجيب لنا على الطريق. عجد عجد على الطريق الغربي. طيب ايه؟ يبدأ الإشارة. هدف غير اتجاهه يا فندم. يعني ايه غير اتجاهه؟ الإشارة غيرت اتجاهه قدامنا يا فندم على الجي بي اس في اتجاه الجنوب. المسافة اللي بينه وبينه قد ايه؟ وسرعته قد ايه؟ 12 كيلو يا فندم وسرعتهم 80 كيلو متر في الساعة. فيها أي تمركزات في الطريق؟ في كمين تأمين يا فندم. طب وصلني بقائد الكمين. عمليات عمليات عادي يا فندم. وصلني بالدعم فورا. حلو يا فندم. الشحنه دي لو عدت مش هنعرف نمسكها تاني. علم ونفذ يا فندم. جاري قفل الطريق وبدأ التمركز. يلا ربنا معاك. توكلنا على الله. الوقت اللي اتحجج فيه امنيتك. الكمين ده لازم يتفجر حالا حالا. يلا مات دفاعاً عن أهله وعرضه.